اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا نعمل مع بعض المكرونة المقرمشة. هنجيب ربع كيلو مكرونة وهنسلقهم بالطريقة العادية خالص، نص سلقة، يعني المكرونة تكون نص تسوية. وبعد ما يسلقوا معانا هنطلعهم بالشكل ده. بس يا ريت لو أول مرة طبعا تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كده المكرونة سلقت معانا، هنجيب بقى طاسة على النار ننزل بيها بحبة زيت حلوين كده اهوت، والمكرونة معانا صفيناها كويس جدا. هنحط عليها معلقة دقيق، معلقة نشا، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنقلب المكرونة بالدقيق بتاعنا والنشا والبيكنج باودر، وبعد كده هنبتدي نحمر المكرونة بتاعتنا. يكون الزيت سخن طبعا، وننزل بالمكرونة، وحاولي تكون ايه كل حبة لوحديها كده اهوت عشان ما نلزقوش في بعض. نحمرهم كده لغاية ما ياخدوا اللون الذهبي معانا، وبعد كده هنطلعهم مع بعض. كده المكرونة اتحمرت خلاص، هنطلعهم بقى على مناديل المطبخ، وبعد كده هنحط عليهم التوابل اللي احنا عايزينها. تعالوا اوريكم بقى صوت القرمشة حلو ازاي، ما شاء الله مقرمشة. ممكن تعمليها وتحطي عليها التوابل وتحطيها في بطربان وتطلعي منها في اي وقت انت عايزة تسلي فيها. حطي عليها اي طعم بتحبيه. انا حطيت بصل بودرة وحطيت كمان كاري، ممكن تحط حبة شطة، ممكن تحط طعم الجبنة، اي طعم بتحبيه حطي عليها، حلوه جدا. ممكن تعملي كميه كبيره وتحطيها في بطرمان زي ما قلت لك شويه. عجبت الاولاد جدا، تسالي سهله وسريعه، ممكن تعمليها في اي وقت. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو اول مره تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم.